نشرة إخبارية، مرحبا بكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع وزاري بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها. وفي اجتماع وزاري آخر ناقش السيد الرئيس الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، خاصة فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات. وقد اطلع السيد الرئيس على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكا، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكا لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها، كما تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علميا وهندسيا بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية. الاجتماع شهد استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود تطوير منظومة الري الحديث لتحل محل الري بالغمر، فضلا عن مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الإدارة الرشيدة للمخزون المائي في بحيرة ناصر، مع الوفاء في ذات الوقت بكافة الاحتياجات المائية للدولة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما له من مردود إيجابي على توفير المياه، بالإضافة إلى كونه أحد المشروعات كثيفة العمالة وما يوفره من فرص عمل، وكذا ما له من فائدة غير مباشرة على الفلاحين من خلال ارتفاع قيمة الأراضي الزراعية. كما تم عرض المشروعات الجاري تنفيذها لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب فصل الشتاء، متضمنة تأهيل مخرات السيول وإنشاء الخزانات وحواجز التوجيه والمعابر وجسور الحماية، خاصة في المناطق كثيفة السيول كشبه جزيرة سيناء، وهي المشروعات التي كلفت الدولة خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن حوالي 10 مليارات جنيه. وقد تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذي لإنتاج بذور المحاصيل الخاصة بالسلع الاستراتيجية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة، بالإضافة إلى عرض جهود تحسين الدورات الزراعية الخاصة بتلك المحاصيل، إلى جانب مستجدات إعداد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة بالنسبة للمناطق الزراعية.
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة غدا، والتي تتضمن مرشحي المرحلتين الأولى والثانية. كانت لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب قد انتهت بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات من أعمالها في تمام الثانية ظهرا وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد تم تلقي طلبات الترشح منذ 17 من الشهر الجاري. أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة رميساء من مركز أشمون محافظة المنوفية وعلاجها على نفقة التأمين الصحي بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالسيد الرئيس. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكية وفقا لتقارير الطبية الخاصة بها. أضاف مجاهد أنه تم التواصل مع أهل الطفلة وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتا إلى أنه فور وصولها للمستشفى كان في استقبال الطفلة فريق طبي متكامل لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة على نفقة التأمين الصحي ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون الجنوب والقضاء على الفقر، والذي عقد عبر الفيديو كونفرنس على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على ما يعكس هذا الاجتماع من وعي جاد بأهمية التعاون الجنوب كأداة قوية للتخفيف من التحديات الناجمة عن فيروس كورونا. وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية على التزام مصر بدعم كل جهود الهادفة إلى تأسيس شراكات جديدة تعزز من التعاون الجنوب بوصفه أداة أساسية لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2036. دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مركزا بحثيا لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية. وسوف يخصص جهد المركز خلال المرحلة القادمة في العمل على دراسة التشريعات الحالية وصياغة تعديلات عليها بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته 2019، أو وضع نصوص تشريعية جديدة تخدم الدولة والمواطن. أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020 على القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة: القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الجيزة وشمال ووسط، وجنوب الصعيد، شرق الدلتا وغرب الدلتا. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب. أستاذ كريم، ما هي الاستعدادات الخاصة بالتنسيقية لخوض انتخابات مجلس النواب؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالنسبة للخطة، هو عندنا خطة كبيرة لتنسيقية خاصة بتطوير الأداء في المرحلة الحالية ومستقبلية إن شاء الله. بالنسبة لخطة الخاصة، الخطة الخاصة بالانتخابات، فكان بدايتها من تدشين المركز البحثي زي ما ذكرت حضرتك من شوية. المركز البحثي ده بيمثل أحد الأدوات اللي ممكن يعتمد عليها النائب تحت القبة في سن القوانين والتشريعات اللي من شأنها إنها تضيف بالإيجاب لحياة المواطن المصري وأيضا تساهم في تقدم وازدهار البلد. بالنسبة لخطة دعم المرشحة التنسيقية، فإحنا عندنا المركز الإعلامي بيقوم على دعم 26 مرشح
في القائمة الوطنية، إلى جانب عدد من المرشحين الفردي الممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هذا الدعم بيكون يعني هيكون بشكل قادم إن شاء الله، هنستطيع إن احنا نشوفه عن الخطب بتاعتهم، إيه الحاجات اللي ممكن يقدموها، الدراسات اللي ممكن بتتعمل الخاصة بالمناطق داخل القطاعات اللي هيكونوا موجودين فيها أو الدوائر بالنسبة للفردي. وأيضا من ضمن الخطة اللي قامت بها التنسيقية لتطوير الأداء في الفترة القادمة هو إعادة تنظيم اللجان النوعية داخلها. احنا عندنا عدد كبير من اللجان النوعية، الهدف من هذه اللجان هو استغلال والاستفادة من خبرات وطاقات الشباب في العديد من الموضوعات. عندنا لجنة خاصة بالحماية الاجتماعية، وعندنا لجنة اقتصادية، ولجنة خاصة بالمواصلات والطيران والنقل والسياحة. كل هذه اللجان والعديد من اللجان الأخرى، كل هذه اللجان بيبقى ليها أو بيتم نقاش فيها على عدد من الملفات والمستويات، وإيه اللي بنقدر إن احنا نطلع بمخرجات من هذه اللجان يمكن إنها تستخدم في الإفادة بالنسبة للملفات الخاصة باللجنة، ويمكن أيضا طرحها وتقديمها على المركز البحثي عشان تقدر تشوف النور كقانون أو تشريع تحت نعم. إذن عمل المركز سيستمر طوال فترة المجلس وبقائه؟ مستمر فترة عمل المجلس مستمرة إن شاء الله منذ تدشينه وإلى أن يشاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أنه تم فحص 1,654,934 مواطن ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي. فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي مبادرة رئاسية هدفها الأساسي الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا شهدت محافظة المنوفية تواجدا مكثفا للأطقم الطبية لقياس الضغط والسكر للمواطنين باعتبار أن ذلك هو السبب الرئيسي للاعتلال الكلوي. نتحدث عن 1,000,000 مواطن أو ما يقرب من 1,000,000 مواطن مستهدف فوق سن 40 عام من السادة المواطنين بمحافظة المنوفية. يمكن هيتم الكشف على الضغط والسكر والسمنة في قياس للسكر وضغط الدم والطول والوزن. ده بيتم من خلال 650 فريق بيتم ثابت ومتحرك على أرض هذه المحافظة. بنروح لكل الأماكن الحكومية والدواوين الحكومية لفحص السادة المواطنين. عندنا الفترة الصباحية شغالة من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، والفترة المسائية من 3 مساء حتى 9 مساء. عدد الفرق الصباحية عندنا 390 فريق، وعدد الفرق المسائية 229 فريق. وتهدف تلك المبادرة إلى الكشف المبكر عن مرضى الضغط والسكر بهدف تقليل نسبة الوفاة، بالإضافة إلى المساهمة في وجود جيل جديد خالي من الأمراض قادر على العمل والمشاركة في عمليات التنمية. أثر كبير جدا على المواطنين، صحة بترتفع للأعلى لأعلى المستويات، الناس ابتدت تبقى واعية قوي لموضوع صحتها، لأن ده بيأثر بعد كده على المجتمع. ما بيبقوا كويسين وصحتهم كويسة، بيشتغلوا كويس، بيربوا أولادهم كويس، كلنا بيبقى وطن كويس سليم. في إقبال من الناس شديد جدا، كويس جدا عليها. أول ما بدأوا يفهموا إن في كمان علاج ليهم لمدة شهر، وبعد كده هو هيبقى العلاج مستمر على نفعة الدولة، الإقبال زاد كتير جدا. وتنفذ الدولة العديد من المبادرات ضمن مبادرة 100,000,000 صحة، أهمها مبادرة الكشف عن فيروس سي، ومبادرة ضعاف السمع للمواليد، والكشف المبكر عن أورام الثدي. تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية من خلال شن العديد من الحملات ضد البؤر الإجرامية.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 5763 قضية تموينية متنوعة، وضبط 59 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، إضافة إلى غلق 1835 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، وغلق 5 أماكن أنشطة تعليمية. كما تم ضبط عدد 11650 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامات. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8537 قضية تموينية متنوعة، من بينها 171 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 4534 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 612,090 جنيها، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 632,255 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8351 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 397 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 139.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يزيد عن 24 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 229,707 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38,702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و41 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2622 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75,566 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 50,892,279 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1743 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,360,973,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. مرة أخرى متابعين معكم باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75، هذه المرة إلى كلمة المغرب ورئيس الوزراء المغربي سيد سعد الدين العثماني. بل كانت تلقي بظلالها على مجتمعاتنا منذ مطلع الألفية الثالثة، وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أطلق خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة سنة 2002 نداء من أجل تضامن عالمي متجدد، متسائلا عما إذا كانت الهزات المختلفة والأزمات العنيفة التي عرفها العالم لا تشكل الحجج القوية لإقناع المشككين في أن تحقيق التنمية المستدامة هو عمل يهم الجميع وأنها مسؤولية مشتركة. واليوم تفصلنا 9 سنوات عن موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستحدد الخيارات التي نتخذها الآن نجاح أو فشل
هذه الأجندة، وقد أصبح التزامنا أكثر راهنية في سياق الجائحة لكونه يهم في المقام الأول الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة خاصة في إفريقيا. لقد عرت جائحة كوفيد-19 عن التفاوتات المتراكمة منذ عقود، فلو كنا أحرزنا تقدماً كافياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لكانت آثار الجائحة اليوم أقل حدة. إن المغرب يسجل على غرار عدد من الدول أن نقاط الضعف التي تفاقمت بسبب كوفيد-19 تشكل حافزاً حقيقياً لمضاعفة الجهود وإعادة التفكير في الخطط الرامية لتحقيق التنمية، حتى لا تذهب الجهود السابقة سدىً، وهما دفع المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس إلى إدماج هذه الرؤية في بلورة نموذج تنموي مندمج جديد. السيد الرئيس، قبل 75 عاماً أرسى مؤسس منظمتنا ركائز نظام عالمي جديد قائم على التعاون والتضامن لإنهاء الحروب وتفادي مآسيها وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية والرفاهية. وإن الاقتناع الراسخ بنبل هذه القيم هو الذي وجه أحد القرارات السيادية الأولى للمملكة المغربية بعد استقلالها للانضمام إلى الأمم المتحدة سنة 1956. ويتضح اليوم أن هذه الرؤية لم يتجاوزها الزمن، فلئن تمكنت الأمم المتحدة من تحقيق مكاسب للبشرية فإن مسؤوليتنا في تجسيد القيم المؤسسة تبقى كبيرة في مواجهة التهديدات العالمية الحرجة. وحان الوقت أكثر من أي وقت مضى للقيام بإصلاح يجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر تكيفاً مع المتغيرات الدولية المتواترة وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات كتلك المتعلقة بكوفيد-19. فلم يعد الوقت مناسباً لمجرد إعلان النوايا، بل حان للعمل المبني على المعرفة والموجه للنتائج. مهما يكن من أمر فإن شعلة العمل متعدد الأطراف لا تزال متوهجة، كما تشهد على ذلك المبادرات الملموسة التي واكبت هذه الأزمة الحرجة. فبناء نظام متعدد الأطراف ليس طرفاً، بل هو ضرورة لتأمين استمرار التعاون الدولي الذي يجب أن يؤطر عالم ما بعد كوفيد-19 لمواجهة التهديدات المتعددة الحالية والمستقبلية. وفي هذا الإطار أصبح إرساء نظام الأمن الصحي الدولي هدفاً يفرض نفسه، كما عبر عن ذلك معالي الأمين العام بتأكيده على أن كوفيد-19 كشف تصدعات في الهيكل الوهن لمجتمعاتنا، وهو الهيكل الذي بنيناه بأيدينا. لقد كشفت الجائحة مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأمراض الجديدة بالنظم الصحية الوطنية، وأظهرت أهمية التأهب المناسب لحالات الطوارئ على أساس نهج شامل يضم جميع القوى الحية وكافة شرائح المجتمع. وقد أتت استجابة المغرب للجائحة مسترشدة بالرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس التي ارتكزت على الاستباقية والوقاية وأولوية صحة المواطن، مما مكن من تعبئة جميع المؤسسات وجميع شرائح المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية. وإن دعم المغرب لمبادرات السيد الأمين العام في مواجهة كوفيد-19 ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة يجد سنده في إيمانه بقدرة الأمم المتحدة على تنسيق وتحفيز كافة أشكال التعاون الدولي للرد على هذه الأزمة الشاملة. ومن هنا أطلقت المملكة المغربية بصفتها رئيس الشق الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نداء لدعم الاستجابة الإنسانية لمكافحة كوفيد-19. انضمت إليه 171 دولة من جميع المجموعات الإقليمية، وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وهو نداء مستوحى من القيم والمبادئ الإنسانية للدبلوماسية المغربية في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. إن الاستعجال اليوم يتمثل في نظرنا في توفير اللقاح والعلاجات ضد كوفيد-19 بشكل عادل ومنصف، وهو التعبير الأكثر واقعية
عن نظام صحي عالمي متضامن وإنساني، بل سيكون اختبارا حقيقيا لمغزى وأبعاد التعاون الدولي. كما يتحتم علينا وضع أسس مرنة جديدة للصمود لإصلاح اللوائح الصحية الدولية واعتماد آليات تمويل مستدامة. وانسجاما مع هذا المبتغى، سينظم المغرب مع رواندا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أول اجتماع رفيع المستوى حول دبلوماسية الأمن الصحي والاستعداد للطوارئ بمدينة مراكش في السنة المقبلة. كما انضم المغرب للمبادرة التي قادتها الشيلي لاعتماد أداة قانونية جديدة مرنة تمكن من الاستعداد الفعال للطوارئ الصحية الدولية. السيد الرئيس، في الوقت الذي كشفت الجائحة عن أوجه ضعف متباينة داخل المجتمعات وفيما بين البلدان والقارات، أظهرت خطأ العديد من الأفكار المسبقة، ومنها ما يربط حتمية الضعف والتخلف بمناطق معينة دون أخرى، إذ لم تصمد التوقعات المتشائمة التي أراد البعض إلصاقها بإفريقيا التي واجهت التحدي بمفردها مدعومة بقدرة وإبداع شبابها وقيادة حكوماتها. وانطلاقا من روح التضامن التي تطبع سياسة التعاون جنوب جنوب تجاه البلدان الإفريقية، أطلق جلالة الملك محمد السادس مبادرة عملية لوضع أسس إطار عملي لمواكبة الدول الإفريقية في مراحل تدبير الجائحة. وفي هذا الإطار أقام المغرب جسرا جويا نحو حوالي 20 دولة إفريقية لنقل مساعدات دوائية وطبية من صنع شركات مغربية. لكن حالة الاستعجال التي فرضتها الجائحة وفرضتها عواقبها الاجتماعية والاقتصادية يجب ألا تنسينا التحديات متعددة الأبعاد والتحديات المعقدة التي لا تزال إفريقيا تواجهها، وذلك مثل عقبة الديون التي يطلق المغرب بخصوصها نداء إلى المؤسسات المالية الدولية والشركاء لاعتماد وتنزيل توجهات الملموسة لخفض مستويات مديونية تلك الدول بما يمكنها من كبح تأثيرات الجائحة على تنميتها. إن إنعاش الاقتصاد العالمي يفرض نفسه على المجتمع الدولي كأولوية قصوى، كما أن تداعيات الجائحة تتطلب إيجاد صيغ مبتكرة لتمويل التنمية. السيد الرئيس، ولئن ألقت الجائحة بظلالها على قضايا حيوية مسطرة على أجندة الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يجب أن يكون سبباً لإغفال التحديات الأخرى التي نواجهها، في مقدمتها التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة وحفظ السلام. ولا يسعنا في هذا الإطار إلا التعبير عن تقديرنا لجهود الأمم المتحدة والدول المساهمة في عمليات حفظ السلام المختلفة للتكيف مع جائحة كوفيد-19 وتمكين 100,000 جندي لحفظ السلام المنتشرين اليوم في 13 عملية لحفظ السلام من مواصلة مهامهم في مناطق الصراع. واقتناعا من المغرب بأهمية إصلاح حفظ السلام في مواجهة تعقيدات النزاعات المعاصرة، فإنه يظل ملتزما بتحقيق أهداف مبادرة العمل من أجل السلام. وفي هذا الإطار سينظم المغرب مع فرنسا بتعاون مع الأمم المتحدة المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في المجال الفرنكوفوني. السيد الرئيس، لا تزال المملكة المغربية ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية. إن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية: أولا، السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل. ثانيا، المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع. ثالثا، الاحترام التام للمبادئ والمعايير
التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007، والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق. رابعا، رفض أي اقتراح متجاوز، والذي أكد الأمين العام للمتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من 20 سنة بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن. لقد حقق المسلسل السياسي تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة. ومن المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي. وتعبر المملكة المغربية من جديد عن عميق قلقها إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وفي سياق كوفيد-19 تزداد دواعي هذا القلق حول مصير تلك الساكنة المحتجزة في مخيمات عهد تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أي صفقة قانونية وفق القانون الدولي. لقد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين، والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011. ولطالما أصبح هذا التسجيل ضروريا لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من 40 سنة للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. السيد الرئيس، إن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير نفسه. فبعد مضي 9 سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي بما في ذلك التدخل العسكري، ولا يمكن أن يكون حل لتلك الأزمة إلا سياسيا ومن لدن الليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وما برهن عليه اجتماع الصخيرات بمواكبة من المجتمع الدولي. وانطلاقا من قناعته بذلك، يبقى المغرب ملتزما بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية. وقد احتضن المغرب خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة بالمغرب لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. السيد الرئيس، إن الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية. فلا سلام عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمته القدس الشريف. لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف، وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وما فتئ جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي يؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف وعلى وضعها الحالي باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية ومركزا لقيم الاحترام المتبادل وللحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه بمعية البابا فرانسيس في 30 مارس 2019 في الرباط. ولا يفوتني في هذا المقام أن أجدد تعازي المملكة الخالصة
ووقوفها وتضامنها الدائم مع لبنان الشقيق إثر انفجار مرفأ بيروت وتداعياته المادية والبشرية المؤلمة. وفي إطار التضامن الفعال، قدمت المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس مساعدات طبية وإنسانية للشعب اللبناني، على أمل أن تخفف هذه المبادرة التضامنية من هول المعاناة الشديدة التي لحقت بسكان بيروت المتضررين من هذا الحادث المأساوي. السيد الرئيس، إنه حري بنا أن نجعل من جائحة كوفيد 19 فرصة لإعادة بناء منظومة متعددة الأطراف على أسس أكثر نجاعة وفعالية. أولا، بإجراء تقييم شامل لإخفاقات النظام متعدد الأطراف ومؤسساته في مواجهة الأزمة، وكذلك لإنجازاته لبناء قاعدة سليمة ممارسات الجيدة في المستقبل. ثانيا، إعادة تركيز العمل متعدد الأطراف على مبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية. ثالثا، تنحية الصراعات جانبا واتخاذ الإجراءات الملائمة من خلال مبادرات متعددة الأطراف ملموسة وعملية. إن المغرب المتمسك بإطار العمل متعدد الأطراف يلتزم بالعمل مع الدول التي تشاركه هذه المثل لإيجاد نظام عالمي أكثر عدلا وانسجاما وانفتاحا. هذا الالتزام والذي صاغه جلالة الملك في قمة الألفية للأمم المتحدة بتأكيده أنه من واجبنا أن نقطع التزامنا الرسمي بدخول الألفية الجديدة من خلال رسم حدود جديدة للإنسانية تتكون من الأداء في العدالة والرحمة في التضامن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة رئيس الوزراء المغربي أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تسجيل للفيديو نظرا للظروف الخاصة بانتشار كوفيد 19 حول العالم، والذي أضفى بدوره على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام. أكد رئيس الوزراء المغربي على أهمية إيجاد نظام عالمي يقلل من الآثار السلبية التي وقعت على الدول الكثيرة في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة الدول في القارة الإفريقية. وكذلك تحدث عن أهمية القيام بإصلاحات واضحة في المنظمة الدولية وإرساء نظام صحي دولي يقي من الآثار السلبية التي وقعت في كوفيد 19 من تصدعات ظهرت في النظم الصحية لبعض الدول. أكد رئيس الوزراء المغربي عن التزام المغرب بميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن فيما يخص النزاع على الصحراء المغربية، والتزام المغرب كذلك بحوار عقد على أرضه جمع بين الأطراف الليبية لإيجاد حل للمناصب السيادية في ليبيا. أكد كذلك على أهمية وجود سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأهمية حصول الفلسطينيين على إقامة دولتهم المستقلة عاصمتها القدس الشريف، مع رفض كامل من المغرب للممارسات الإسرائيلية بمحاولات ضم الأراضي وكذلك بطمس هوية القدس كمدينة مقدسة يجب أن تبقى على ما هي عليه لأنها رمز للأديان. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمة الخاصة بالدكتور سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75.